أعلى معدل حرارة يومي قبيل العصر، فتجتمع فيه حرارة السطح مع حرارة الأجواء، وأخفض معدل حرارة يومي قبيل الفجر، فتجتمع فيه برودة السطح مع برودة الأجواء. فالشمس أساساً للحرارة، وغيابها يجلب البرودة. فالصيف حار، ليش؟ لأن النهار طويل. والشتاء بارد، ليش؟ لأن الليل طويل. وعند وصول الشمس إلى خط الاستواء نزولاً تبدأ تخزن البرودة، وعند وصولها إلى مدار السرطان تنفثها على هيئة صقيع خلال موسمي المربعاني والشبط ديسمبر ويناير. هبة هبوب الشمالي وبردها شين، ما تدفي النار لو حنا شعلناها، ما يدفي إلا حشى مريوشة العيني، وإلى عطشنا شربنا من ثناياها. فعلاقة الشمس بالأرض علاقة تلازمية، فمن لوازم الحياة وجود الشمس، فمنها نستمد الضوء والدفء، والشمس تمسك الأرض من الانفلات الكوني، ولهذا جميع شعوب الأرض قدسوها، ومنهم العرب. والعرب وضعوا للشمس رمزيات تدل على القوة والانتشار والجمال. يا بنت، لولا الشمس ما كان فيه نور، وحنا بدون النور ما نعشق الشمس، بنيت لك بالحلم في داخل قصور، كنت أحسب أن الحب يا بنت بالهمس.